الشعب يريد إسقاط الفساد، الشعب يريد إسقاط الفساد، الشعب يريد إسقاط الفساد، الشعب يريد إسقاط الغلاء، الشعب يريد إسقاط الغلاء، الشعب يريد إسقاط الغلاء، غير خليه هانية، غير خليه هانية. وارفع شارات الزيرو هذا الارتفاع المهم والاجتماعي معيشة الشرائية ديال في الوقت اللي كاين هذا الغلاء ديال الاسعار على كافة الاصعدة تجاوزات النسبة ديالو تقريبا 20%. صح الجواب ديال الحكومة من الناحية السياسية جواب وارفع شارات الزيرو وجواب فاشي ولذلك وارفع شارات الزيرو للحكومة هاهي للحكومة هاهي لم تنجح في الوفاء بأي التزام ولذلك ليست لدينا مطالب تجاه الحكومة. أطلبنا اليوم رقم القناع الراس بأن الحكومة أصبحت فاشلة وأن تقدم استقالتها وأن يعود وأن نعود جميعا إلى الشعب باختيار مؤسسات قوية لها قدرة على اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة الترقية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها لأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية تحتاج حكومات قوية تحتاج مؤسسات قوية اللي عندها القدرة على اتخاذ القرارات اللازمة ماشي الحكومات التي تعيش في الريع وفيها تضارب المصالح وكتحتكر في الاستثمارات الكبرى واللي اصبحت الان واضحه بانه تعيش في مسلسل من الفساد خصوصا على مستوى الجماعات الترابيه اللي كتسيطر عليها هذا الحزب اللي متواجده اليوم في الحكومه ولذلك لابد من نفس سياسي جديد. هذا الشيء ما يمكن يكون الا اذا تقدمت هذه الحكومه واعترفت بالفشل ديالها والعجز ديالها شعار خاص بالبرلمان وعطات الكلمه للشعب شعار خاص بالبرلمان صاروا بكل حريه البرلمان ما هو والحقوق فيه. ما تنساوش تابونا في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.